Yalla, bye bye. Bye bye. Let's go. اتأكد ان راحت, اتأكد ان راحت. تعال من هون. باي ماما. باي باي. ليش عم تصور الثلج؟ ثلج. يلا. حمل 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 حمل. فردن 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 فردن. الله اكبر. ما انا في الكاميرا. هاي كيفكم حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا تمام. رجعت لكم اليوم. ايه عادي كملوا حديث وبعدين العالم تستنى. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم معي شهرة, ما في غيره, ذا وان اند اونلي ام السوس وشرشبيل. جايز اليوم رح يكون مقلب بماما وتسلاية لنا. اول ما خطرت على بالي الفكره قلت هاي الفكره كثير غبيه ومجنونه, كيف ممكن تعمليها؟ بس انا حنكرت. خطرت على بالي فكره اول شيء انه نجيب ثلج من برا البيت, من حوالين البيت نحطه بالبيت. صعب. بعدين اكتشفت انه كثير حيوان الفكره, انه رح يدوب ورح يصير طوفان بالبيت. فقلت كيف ممكن اعمل هالمقلب بغير طريقه؟ فمثل ما شفتوا ماما طلعت برا البيت, وهون نحن الاشرار لثاني مره عم نخرب بيت ماما. فاليوم جبنا ثلج بيجي اصطناعي, بس ماما ما حتعرف اصطناعي. بيجي على شكل بودرة بس بتكون مي. غريب جلال مو معنا الفكرة. هذا ليش بارد؟ يكون لانه مي فيه, لانه مي بارد يعني. مي. اوكي سو مثل ما شايفين هذا ثلج اصطناعي. قبل ما نبلش بالفيديو بدنا نقول حطوا لايك, اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى تشوفوا افكار شريرة وشغلات حلوة مثل هي. فيني اعمل شيء؟ فيني اعمل شيء؟ فيني عم بنزعج للحيوانات. اوكي جايز قبل ما نعمل المقلب رح نفرجيكم كيف هاي البودرة رح تصير ثلج. شوفوا يا نو واي. شو هاي؟ واو. اوكي هذا بيعني انه لازم نضيف مي اكثر شوي. اوكي جايز مثل ما شايفين ليكو. واو ليكو صار ثلج. صار ثلج ليكو. اوكي جايز سو مثل ما شايفين حاليا الشباب عم يعملوا الثلج هون, بس اكتشفنا انه لازم نحط الثلج بعدين المي. اوكي شو بتحسوا ماما حتكون ردة فعلها؟ انا اللي بحسه انه البيت حيخرب وحيصير في كثير رطوبة, حناكل هواء. اوكي جايز سو عملنا اول دلو من الثلج مثل ما شايفين هون. انت برجك الدلو؟ يس. سو مثل ما شايفين هون عندنا ثلج حقيقي بس ما له حقيقي, وهون عم نشيل السجاده لحتى ماما ما تلعن شرفنا. تعال نعمل ثلج. يلا واحد وي تبردوا وي اوبسي. اوكي هلا حنحط 20 ثلج. يلا وي تبردوا وي تبردوا وي تبردوا وي. ما احلى ليك الثلج, في عندنا ثلج. حاسه حالي عم نعمل كبه نية بالضيعه. او ماي جاد كثير ابيض. واحد اثنين ثلاثه. بزحلق بزحلق زحلق. اوكي جايز سو عم نحاول نلاقي طريقه نعمل اكبر كميه ثلج قدر المستطاع لحتى نحاول نغطي شيء من البيت. فهلا رح نعمل الخلطه بس على الارض. حنغطي الارض كلياتها بالثلج بالبودره, اندن رح نعمل فتحه هيك دائره, رح نضيف مي بالنص ونخلط. حس هيك حنقدر غطيت الدائره. اوكي يلا واحد اثنين ثلاثه جو. اوكي احسن على الارض. واو ليكو كيف عم يكتر, عم يصير ثلج حقيقي. عين ماما تشوف الفيديو. I feel like mama is gonna be so mad. اوكي جايز لسه مكملين بالمهمة, بس انا ماني مصدق انه في ببيتنا ثلج. ام السوس سو سيدرا هون عم تجيب لنا مي لحتى تدعمنا. برافو سيدرا. الله يا شير الله. هي عم بيلعب ظهر. اوكي جايز انا وشيرين رح افرجيكم شيء اي ثينك احلى شيء حتشوفوه اليوم. يلا شيرين واحد اثنين ثلاثة. شوفوا واو. هون 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 هون. اوكي شوفوا. لا اشوف هلا اشوف هلا. واو حط مي. ليكو الثلج هون. او ماي جاد شنو هذا؟ صدق كذب. رح افرجيكم لثاني مره احلى شيء ممكن تشوفوه اليوم قربي. اوكي جايز شايفين؟ يلا واحد اثنين. اوه ما شاء الله. بعمري ما رح اكسر قلبك. هذا بتاكل؟ لا يا لا لا. الشيء الحلو انه المي ما بتطلع لبرا. ليه؟ شوفي شوفي شوفي. واو يا
واو واو واو. اوكي جايز، سو هون عندنا الثلج صار جاهز، خلصنا كل الاكياس، اللي باقي علينا نعمله هو اني نفرده على الارض بشكل متساوي. سو يلا. اوكي جايز، سو فعليا بعد عناء طويل وشغل ايدينا تكسروا، صار في عندنا ثلج بالبيت. سطعت سطعت، اعمل لي هدول تبع الانجل. اوكي جايز، البنات عم يحاولوا يفردوا الثلج على الارض، كان بودي انه يكون عندنا ثلج اكثر، بس هلا صار لازم نعمل الشيء اللي كنا خايفين منه واللي هو نتصل بماما. فمين بده يعمل المهمه؟ اكيد انت حبيبتي، فيديوكي حينتشر على قناتك. السؤال الاقوى، مين راح ينظف؟ ماما. لا يا شدك ذكيه. هاي ماما. اوكي قد ايه بدك لتجي؟ بدك تحركي هلا؟ تعي على البيت ضروري شوي ولا شيء، بس تعي. طيب يلا خلصي وتعي. خلص قعدتي واجي يعني شغلت ساعتين يمكن. اتوقع ماما ما رح تجي على البيت الا لبعد ساعة، فرح نضطر نستناها، مجرد ما تجي حنفاجئها. يلا. اليوم عندنا مفاجأة لك أكبر من هيك. أوه واو، في ثلج على بوت ماما. يا الله ثلج. واو. اشلحي يلا اشلحي. أو لا خليكي برد جوا. ليش برد؟ جاهزة؟ جاهزة. شو السكر؟ جابت لك سيارة. ماما. عريزة عاملة شغلة. إيش يعني؟ جاهزة؟ إيه. واحد، اثنين، ثلاثة. إنه ثلج. شو هاد ناري؟ مجنونة شي انتي؟ انه وثلجة في الصيف. لا 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 وصل. لا 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 شو هاد؟ بس الثلج عم زحلة، هذا مثل نصيب. ليش الثلج ما بزحلة؟ ماما طلع شو عملتي بالصفة؟ يا قال لك على شغلة؟ شو؟ بس اشتقتينا نحن من جيراندك عبد. شو مش قد ايه؟ حطينا ثلج بالبيت. امين دربية. دربية. بس اشتقتينا نحن من جيراندك. امين دربية؟ قلعيني؟ قلعين قبل هلا. عم خلص بس تقلعيني. من نص بيتي؟ من نص بيتي؟ ايه. ماما ديكور، ماما ديكور. عم نعلك جو شتوي. يلا ماما تزحلقي. حبيته ها والله حبيته. اوه. اوكي جايز، سو مثل ما شفتوا اعتقد انا الوحيد اللي اكل هالمقلب، لانه اول شيء جديد طالع من الحمام، حتى شعري ما مستشورته هيك طبيعته، وهلا رح اتحمم مره ثانيه. تقريبا بساعتين تحممت مرتين. ماما انت ليه لابسه لسه الطاقيه؟ يعني صح في ثلج بس ما له برد على فكره. انيويز جايز، ماما كثير حبابه لانه فوق ما نحن مقلبناها ونزعناها للصالون كلياته عم تساعدنا بالتنظيف. لك شو بدي اعمل؟ ده عنده بنت مثل ناري كل يوم بتطلع. عمالة تستخفين. كنت عم بتابع مسلسلي بأمان الله عند بنتي. اوكي جايز، ماما ما راح تخليني اطلع من الصالون لبين ما ننظف الصالون كلياته. مثل ما شايفين بالصالون كلياته، ليكوا على الصوفة، بالدنيا كلياتها في ثلج، ما بعرف كيف الناعم هاد حينضف. ماما قبل ما نكمل تنظيف بدنا ننهي الفيديو، بس شو رأيك بالفيديو؟ بياخذ العقل. حبيتي؟ كثير. حبيتي الثلج؟ كثير. انت بتحبي الثلج ولا لا؟ ما بتحبي الثلج؟ صيبني اكتئاب قد بشي. هلا اكتئبتي؟ بس اكتئبت صابني احباط. ليش ماما؟ ما بعرف شو رايك انت، بشو رايك يعني؟ ما بعرف. طيب شو لازم يعمل لننهي الفيديو؟ سبسكرايب ورن الجرس، وقبل رن الجرس اشتراك، لايك ماما لايك. اوكي جايز، لهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. رح روح وساعد ماما بالتنظيف، بعدين حاتحمم وحط راسي ونام. قبل ما يخلص الفيديو بدي اقول حطوا لايك، اشتركوا بالقناة ورنوا الجرس عولة ماما، وكالعادة بدي اقول انه انا بحبكم كتير 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 قد السما، واستنوني بفيديو جديد. باي باي، لاف يو.